شعرين، وده حق واجب يعني، حق لنا كما كفلوا لنا الدستور ان احنا لازم نشارك في اختيار سواء القيادة في البلد او في المجلس النيابي، فالحق ده لازم نمارسه. الحاجة التانية واجب ان احنا لازم نوري العالم كله ان احنا جنب من نختاره. طبعا وجودنا وحضورنا والعدد اللي يحضر هو ده اللي بيدي التفويض لمن سيتولى المهمة، ان هذا الشعب جنبه فيما يعني يقوم به من